أستاذ ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية في برنامج تكافل وكرامة، أهلا بحضرتك أستاذ ياسر. يا أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف، يا أهلا بيك والسادة المشاهدين جميعا يا رب. أستاذ ياسر، 4 مليون أسرة هيصرفوا تكافل وكرامة ليه؟ سؤال يبدو غريب بس جاوبني عليه، خدني على عد عقلي. 4 مليون أسرة بيصرفوا في برنامج تكافل وكرامة، ده برنامج قومي طبعا غطى الأسر الأولى بالرعاية على مستوى جمهورية مصر العربية كاملة، من أفقر قرية في أسوان إلى أقصى شمال وجه بحري، جميع المحافظات بيغطيها برنامج تكافل وكرامة. برنامج تكافل وكرامة في العصر يعني على مدار ال7 سنوات الماضية قابل يعني ادعاءات كتيرة، ان كل شوية يقولوا برنامج تكافل وكرامة هيقف، برنامج تكافل وكرامة ما يعني مش هيستمر، ولكن برنامج تكافل وكرامة من برامج القومية الصامدة في المجتمع المصري، وتدل طبعا على يعني على قوة الدولة المصرية على مدار الفترة السابقة. اتهاجم باتهامات عدة ان ده بمجرد منحة وهتقف، لا، البرنامج تكافل وكرامة احنا بنقول للجميع ان هو من ضمن ميزانية الدولة، مستمر وفي تقدم وفي ظهار، مش مقتصر على ال4 مليون اسره فقط يا استاذ يوسف. انا بقول للجمهور ان برنامج تكافل وكرامه بيغطي 33.5 مليون اسره، في ال4 مليون اسره دول المستفيدين بالدعم النقدي، ولكن بقيه ال34 احنا بنشتغل عليهم في برنامج فرصه وفي تكافؤ الفرص التعليميه. في العام الماضي غطينا في خارج ال4 مليون أسرة دول حوالي ما يقارب من 2.5 مليون أسرة تاني في تكافؤ الفرص التعليمية، وتم إعفاء جميع ال2 مليون أسرة اللي فوق المستحقين بالدعم النقدي من مصاريف المدارس. برنامج تكافل وكرامة حاليا في الأوقات الحالية بيشتغل على الأسر المرفوضة اللي فوق ال4 مليون أسرة، بيوصل كراتين أغذية من خلال والتعاون والتنسيق مع برنامج البنك الغذاء للأسر المرفوضة. برنامج تكافل وكرامة دايما بيدعم يعني اللي شغال على الشريحة الأكبر، وليس بيقدم تكافؤ فرص تعليمية، بيقدم تكافؤ فرص صحية. جميع مستفيدين عملاء تكافل وكرامة حاليا بيستفيدوا من الرعاية الصحية. حلو. طيب أستاذ ياسر، على سبيل المثال لو الرقم يعني حاضر في ذهن حضرتك، ال4 مليون أسرة اللي يستفيدوا بمعاشات أو بالدعم النقدي بتاع تكافل وكرامة، حضرتك أقدر أقول إن هو كام الفلوس السنة دي وكام الفلوس بتاعت المرة اللي فاتت؟ هو لو بدأنا في برنامج تكافل وكرامة بدأ في 2015 ما يقارب 3 مليار ونص، حاليا في الوقت الحالي نقول 20 يعني 21 22 19 مليار جنيه بيتوزع على الشعب المصري او بيتوزع على المستفيدين. يعني بدانا ب 3 مليار ووصلنا الى تقريبا 19 19 مليار. طبعا لو ضفنا عليه اللي هو الدعم الاخير لسياسه يعني فخامه الرئيس وجه بيه، يبقى برنامج تكافل وكرامه حاليا بدعم التعليم لطلبه الجامعه اللي هم يدخلوا تكافل وكرامه حاليا في الوقت الحالي، يبقى برنامج تكافل وكرامه بيتكلم في 20 مليار جنيه. بس ده لحد كده انا مرضي. استاذ ياسر انا اشكرك جدا واشكركم جميعا في الوزاره، كل الناس اللي بتشتغل على هذا البرنامج، كل الشكر استاذ ياسر على هذا الموضوع. استاذ ياسر عبد السلام مدير العمليات ببرنامج تكافل وكرامه.